من هي مريم؟ قبل 2000 عام عاشت صبية اسمها مريم وأنجبت يسوع في بيت لحم، رافقته طوال حياته خلال طفولته وشبابه، وكانت حاضرة عندما قام بمعجزته الأولى في عرس قانا الجليل، وكانت حاضرة تحت الصليب، وكانت حاضرة عند نزول الروح القدس على الرسل بعد القيامة. مريم إذن كانت دائما قريبة من ابنها يسوع، وحياتها تمحورت حوله. وهكذا تفعل العقائد المريمية في الكنيسة، لأن العقائد المريمية الأربع تتمحور حول يسوع بامتياز. العقيدة الأولى تسمى مريم أم الله، ويتعلق هذا اللقب بيسوع أكثر مما يتعلق بمريم نفسها، لأنه من هو يسوع؟ يسوع ليس مجرد إنسان فقط، إنه الأقنوم الثاني من الثالوث المقدس الذي أخذ جسدا بشريا. يسوع إذن هو إله حق وإنسان حق، وبسبب هذا تماما تسمى مريم أم الله. وليس لأن الله الأبدي يمكن أن يكون له أم، بل لأن الذي أنجبته مريم كان إلها حقا. وهذا اللقب أم الله يقول في الواقع شيئا عن يسوع، عن ماهية يسوع. وهذا يقودنا أيضا إلى العقيدة الثانية، بتولية مريم الدائمة. مريم كانت دائمة البتولة قبل وأثناء وبعد ولادة يسوع. ما الذي يقوله لنا هذا عن يسوع؟ الآن بما أن يسوع ولد من امرأة، فمن الواضح أنه إنسان حق، وبما أن الحمل به وإنجابه كان إعجازا، لذا نرى أن يسوع إله. مرة أخرى تظهر عقيدة بتولية مريم الدائمة حقيقة أن يسوع إله حق وإنسان حق. ثالث العقائد المريمية تتعلق أيضا بيسوع، لكن ليس بالطريقة التي تظنونها، وتسمى الحبل بلا دنس. وهذه العقيدة لا تشير إلى حقيقة أن يسوع تم الحمل به بقوة الروح القدس دون أب بشري، بل يعني أن مريم كانت محمية من الخطيئة، بما في ذلك الخطيئة الأصلية، منذ اللحظة الأولى للحبل بها. مريم منذ اللحظة الأولى لوجودها كانت ممتلئة بنعمة الرب المقدسة، ولذلك حياها الملاك بعبارة السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة. إن هذا الامتلاء بالنعمة مناسب تماما. في العهد القديم تم استخدام المواد الثمينة وحدها في بناء تابوت العهد، وقد حفظ هذا التابوت وحمل الوصايا العشر. في الواقع لم تكن الوصايا العشر إلا كلمة الله محفورة على الحجر. لكن الآن من هو المسيح؟ أليس هو كلمة الله على شكل إنسان؟ ألا يبدو من المناسب جدا أن يأتي إلى العالم في إناء ثمين وطاهر كهذا؟ وكانت مريم ذلك الإناء، وهكذا جعلها الله بلا دنس، أي خالية من الخطيئة، منذ اللحظة الأولى لوجودها. وتنص رابع العقائد المريمية على أن مريم رفعت إلى السماء جسدا ونفسا، ومثل الامتيازات السابقة، إن هذا الامتياز مبني أيضا على الأمومة الخاصة بمريم وعلى النعم المرتبطة بها. وهكذا رأينا أن كل ما تعلمه الكنيسة حول مريم مرتبط أساسا بشخص السيد المسيح.